عندنا تاني نوع من الباسيلس، واحنا قلنا الباسيلس والكولوستريديم الاتنين سبور فورمينج باسيلاي، الاتنين جرام بوزيتيف وباسيلاي. باسيلاي يعني مفيش تقسيمه بايوكيميكال، ده عباره عن تقسيمات فرعيه زي السبور فورمينج قلنا باسيلس وكولوستريديا. الباسيلس قلنا باسيلس انثراسكس، والتانيه هي الباسيلس سيريوس. يبقى الباسيلس سيريوس هي سبور فورمينج، سبور فورمينج بتطلع سبور في حالات الانسيتابل انفايرومنت، زي ان ازود الحراره جامد، بتبقى موجوده مينلي في الرايس، في الرز، رز معفن بالباسيلا سيريوس سخنته عشان اكله عشان اطيبه يعني، فجت عامله سبوريوليشن طلعت السبور، قال لك سبته يبات يبقى هيحصل وورمنج، ساعه ما يحصل وورمنج يبقى الرايس وورم هيحصل جيرمينيشن، الجيرمينيشن يعني هتطلع البكتيريا طبيعيه تسيب السبور بتاعتها، تسيب الديبي كولينيك اسيد اللي هو اللي بيتكون بيه السبور، وبيطلع توكسين، بيبقى انتيرو توكسين. انتيرو توكسين يعني بيعمل مشكلة في الجي اي تي. يبقى السبب هو الفود اللي هو الرايس، اف كيبت وورم نوت هيت نوت هوت، زي الايه الرايس الباستا بيطلع ساعتها التوكسين، بيعمل طبعا لو ما سخنتوش بيعمل جيرمينيشن ويطلع التوكسين، بنسموه سيريولايت توكسين. هو عبارة عن جزئين، ايميتك توكسين يعني توكسين او سم بيخليك ترجع، ودايريال توكسين يعني سم بيخليك تعمل يحصل لك اسهال. يبقى التوكسينز سيريولايد بيطلع لما بيحصل جيرمينيشن، لو الرايس كيبت وورم ويطلع التوكسين ده، وهو انتيرو توكسين اسمه سيريولايد، ايميتوك توكسين ودايريال توكسين. الدايريال توكسين بيشتغل عن طريق انه بيزود السايكليك ام بي، تفكرني زود السايكليك ام بي، المشكله انه هيسحب ميه، يسحب ميه لليومن، يعمل اكسكريشن للسي ال، اكسكريشن من الخلايا بتاعه الجي اي تي في اليومن، اكسكريشن للسي ال الكلور، فتطلع معاها الاتش بوزيتيف ايون، فيحصل تجمع للميه ويحصل دايريا. اللي بيزود السايكليك ام بي اكتر حاجه زي الايكولاي، انتيرو توكسوجينيك ايكولاي، خصوصا اللابايل توكسين، وبرده الباسيلس انثراسكس خصوصا اللي الايديما فاكتور، الاثنين دول بيزودوا السايكليك ام بي. عشان لو جاب لك قال لك واحد كل رز بايت وجه بعديها حصل له ترجيع ودايريا، يبقى اميسز ويز دايريا، ايه المشكله هنا؟ هتبقى انت عارف ان ده الباسيلا السيريوس، مش هيسألك كده، هيقول لك التوكسين اللي عمل الدايرية، التوكسين اللي عمل الدايرية بيشتغل شبه التوكسين اللي في انهي بكتيريا، يبقى شبه التوكسين اللي بيعمل دايرية بيزود السايكليك ام بي، يبقى شبه الانتيرو توكسوجينيك ايكولاي، خصوصا اللابايل توكسين، والتوكسين بتاع الباسيلا انثراسكس اللي اسمه انثراكس توكسين. يبقى السبور بتسرفايف الكوكينج رايس، يبقى انا هعمل الرز هطبخه، وانا بطبخه هيعمل سبوريوليشن فهتعرف تسرفايف، لما اسيبه يبات يحصل ورم يحصل جيرمينيشن ويطلع لي الانتيرو توكسجينيك ايكولا الانتيرو توكسين اسمه سيريولايد، ده ايميتك توكسين ودايريال توكسين. فرق بسيط ان التوكسين اللي بيخليك ترجع بيبقى فاست، يعني من ساعة لست ساعات، يعني ممكن تاكل الرز بعديها بساعة تلاقي نفسك بترجع، انما اللي بيخليك تسهل من بعديها ب 18 ساعة، يعني بعديها بيوم كامل هلاقي فيه اسهال، يبقى ترجيع بعديها بيوم كامل فيه اسهال، يبقى غالبا ده الباسيلس انثراسكس، خصوصا لما يكون رز بايت، عشان كده سميته ريهيتد رايس سندروم. ريهيتد رايس سندروم يعني متلازمة الرز البايت، والله كده هي اسمها اصلا، انا حدوتة طبق الرز البارد البايت، حدوتة
طبق الرز البارد البايت ده عبارة عن ريس انت سبته ما عملتلهوش تسخين تاني، فهو بارد وبايت لانك ايه سبته لفترة، يبقى if kept warm not hot زي الريس والباستا والميت، بس خصوصا الريس والباستا بيعمل سيريولايت توكسين، وده عبارة عن توكسين ايميتك ودايريال. بيبقى الايميتك موجود اكتر في الرايس والدايريال موجود اكتر في الميت، واحد بيرجع اكتر يبقى ده كال رز، واحد بيسهل يبقى ده ميت، بس هو كله عبارة عن رايس معظمه. يعني زود السايكليك ام بي الدايريال، قال لك خلي بالك ان دوت بيعمل فود بويزن، وهو عبارة عن رابيد اونست فود بويزن. هتقول لي مين تاني كان بيعمل رابيد اونست فود بويزن؟ ستاف اوريوس. قلنا لما تاكل مايونيز او بوتيتو سالاد هيحصل ان ستاف اوريوس تطلع توكسين فيعمل لك ايه، يعمل لك رابيد اونست فود بويزنينج. رابيد اونست فود بويزنينج بيبقى بسبب بري فورم التوكسين. بري فورم التوكسين يعني التوكسين اصلا بيكون اتكون قبل ما تدخل الجسم. بري فورم التوكسين بيعمل رابيد اونست فود بويزن. لو كان رز او باستا يبقى دوت السيريولايت توكسين باسيلس سيريس، لو مايونيز او بوتيتو سالاد يبقى ده الستاف اوريس، يبقى الباسيلس سيريس ريهيتد رايس سندروم. الكلينيكال بيكتشر ايه؟ عباره عن اميسز او فوميتنج، يعني فوميتنج ويز او ويزاوت ووتري دايري، وممكن تبقى الاتنين مع بعض يعني vomiting و watery diarrhea، بس تبقى عارف ان ال vomiting بسبب ال emetic toxin، ال watery diarrhea بسبب diarrheal toxin. وده self limited. يعني ايه self limited؟ يعني بعد اللك ده كله انت مش هتاخد له علاج اصلا، ده هو مع نفسه هتلاقيه روح. طب قالك ان keeping the rice warm not hot facilitate germination of the spore واللي بتكونها البكتيريا، يعني تسخن الرز قبل ما تاكل. خلصنا. روح الوداد ونور العيون جزيل النعم جميل الكلم، فيا نفس للخيرات صور.